رحلة علمية لرصد وتوثيق ظاهرة الشفق القطبي. في 17 من نوفمبر 2023، الشفق القطبي هو ظاهرة ضوئية تحدث في المناطق القطبية بسبب تفاعل الجسيمات المشحونة من الشمس مع الغلاف الجوي للأرض، مما ينتج عنه ظهور أضواء ملونة مذهلة في السماء. تم اختيار مدينة ترومسو شمال النرويج، حيث تعد من أجمل وأبرز الوجهات التي يقصدها الكثير من السواح حول العالم لمشاهدة هذه الظاهرة المدهشة. وقد تكللت الرحلة بالنجاح، وتم رصد وتوثيق الظاهرة على مدى 4 أيام متتالية والتقاط بعض الصور الجميلة المذهلة. قام بالرحلة شرف السفياني، رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف، على نفقته الخاصة. إلى اللقاء.